بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. قبل ما نبدا حلقتنا لازم نقدم خالص التعازي لاخواتنا واهلنا وناسنا في الكويت اللي فوجعوا، مش فوجئوا، لا الحقيقه دي كانت فجيعه انه ناس تبقى واقفه في بيت ربنا في مسجد في قلب الكويت بيصلوا صلاه الجمعه لرب العالمين ويدخل اللي يفجرهم في قلب الصلاه ويستشهد 27 مصلي. ثم ياتينا خبر اخر سيء في نفس التوقيت بتفجير يحدث عند اخواتنا وناسنا واهلنا في تونس، ولدورنا بنقدم لهم خالص التعازي. ويتزامن مع تفجير الكويت وتفجير تونس تفجير آخر في فرنسا يحدث مع إخواتنا برضو في الإنسانية. ثم يأتي البيان المتوقع بتبني داعش أعداء الإنسانية للتفجيرات الثلاثة. كل هذا وإن كان مفجع ومتوقع من ناس بيحرقوا بيذبحوا بيعيثوا في الأرض قتلا وسفكا للدماء، ولكن اللي بيزيد الضيق ضيقا والحزن كمدا هو إقحام دينك الذي تتعامل معه على أساس أنه واحة الراحة النفسية اللي بتلجأ له ليعطيك الأمان النفسي والاطمئنان. فيأتي من يلطخه بالدماء ويدججه بالأسلحة ويربط بينه وبين عمليات إجرامية ويلقي في قلوب الناس الرعب منه. داعش تبنت العمليات ولكنها ربطت بينها وبين غزوات رمضان وشتان بين هذا وذاك. النهاردة هنسأل فضيلة الشيخ خالد الجندي عن غزوات رمضان والهدف منها والفرق الكبير بين هذه الغزوات وبين تلك العمليات الإجرامية. طبعا احنا عندنا الكلمات القرآنية ومعانيها الرائعة ومنتظرين استفسارات حضراتكم لفضيلة الشيخ اللي هنستقبلها طوال الحلقة بس بعد فاصل قصير.